رح نروح ل طبعا صبية قدرت من خلال صوتها الحلو والمميز انه تدخل عالم الفن عن طريق موهبتها. حاولت كثير وجربت وبلشت طبعا تتمرن لحتى تصقل هي الموهبة الموجودة عندها اصلا واللي هي صوتها الجميل. اليوم رح نتعرف اكثر عليها وعلى التجارب اللي بدأت فيها ومن امتى ونعرف اكثر تفاصيل. خلينا نرحب سوا بضيفتنا صبية رام جبين. اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. يسعد صباحك رام. اهلا وسهلا فيكي نورتينا. عرفينا عن حالك اكثر. انا بدرس ادب اسباني وعندي كثير هوايات ومواهب، بس يعني في شغلات اكثر بشتغل عليها. يعني خلينا نحكي اكثر اليوم، شو اكثر شيء بلشتي فيه وكيف اتجهتي لانه انا اتدرب او اني انا اسقل موهبه الغناء؟ هلا انا غناء من وقت ما كنت صف ثاني كنت غني، بس يعني انه لحالي ماما كانت تعلمني اغاني وهيك، كانت تعلمني اغاني قديمه يعني. هي كان بهدف انه بس تعلمني، بعدين اكتشفت انه صوتي حلو قام صارت اكثر يعني تركز وهيك. كدراسة غناء يعني ما لهلا انا ما درست مزبوط، اخذت مع كذا استاذ وهيك بس ولا مرة كملت، هلا يعني عم كمل. يعني هيك موضوع الغناء هيك. موضوع العزف كمان يعني انا بحب الموسيقى بشكل عام. تعزفي كمان؟ عم بتعلم البيانو. هلا انت تعلمت على كذا آلة كمان وتركت، بس هلا البيانو يعني كملنا فيه. حلو حلو هذا الشيء انه يعني اليوم نحن عم نشوف المواهب عم تبلش تحاول انه هي تدخل هذا الطريق، تحاول انه هي تعطي طبعا هذا المجال وتدخل فيه. بعد ما الوالده شجعتك قلتي اخذتي دروس خصوصي، بتفكري انه انا ادخل لمعهد الموسيقى او اتدرب مثلا بشكل رسمي نمي هاي الموهبه؟ اكيد انا يعني كان حلمي المعهد العالي من انا وصغيره. بس المشكله انه مع دراستي ما بقدر التزم، فمشان هيك يعني ضليت اجل، وبعدين قلت انه خلص يعني المعهد العالي رح يعني بده وقت كثير، فانه لا احسن خصوصي يعني وهيك. لمين بتسمعي رام ولمين بتحبي تغني اكثر شيء؟ انا بسمع قديم اكثر شيء. الاغاني القديمه؟ كل شيء قديم بحبه، وبشكل عام كل شيء مصري بحبه يعني قديم وجديد. طيب شو حابه تسمعينا اول شيء هيك نصبح فيه على الكل يلي عم يسمعنا؟ تفضلي بس نشغل المايك ونبلش. يلا تفضلي. لا رح بلش بشيء يلا تفضلي. لياسمين دمشق قاسي ونجثا وقاسي الله يسلم هالصوت. تحكي لنا رام، شاركتي ببرامج؟ قدمتي على برامج؟ بس هلا قدمت على مسابقة تالنت هانت وتأهلت للمرحلة الثالثة في أربع مراحل. حلو. طيب اليوم طبعا نحن عم نحكي بس سمعنا خلاص ما عاد نقدر نعمل شيء، واكيد مثل ما كل يعني نحن عندنا هذا الشعور انه حابين نسمع اكثر، اكيد يلي عم بيتابعنا حابب صحيح. يسمع اكثر كمان بدنا نسمع اغنيه. اليوم نخلي اغلب الوقت هو غناء، تفضلي سمعينا شيء. ميرسي. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعفي وخوف جبال، لكن الأمل يفتح بيبان، يتكون قد الحياة، يا
تعيش وحيد وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب الحجر على شيء ما تندمش، يمك اوام عدي، امشي الطريق امشي، كثير حلو. يعطيكي الف عافيه. هذا الصوت الجميل، تحكي لنا هلا شوي رام شو بتفكري تعملي بالمستقبل؟ بتفكري تعملي شيء خاص فيكي باعتبار عندك هذا الصوت الجميل وهي الموهبه؟ هلا انا كثير بحب انه بموضوع الغناء، يعني حلمي انه انا غني على مسارح، ما بفكر بانه اعمل فيديو كليب ابدا يعني، بس بحب كثير المسرح، يعني بحس انه الواحد عن جد بيطلع كل شيء جواته. اكيد. طب بتفكري انه انت تاخذي السوشيال ميديا مثلا توصلي من خلالها تعملي صفحه قناه لك على اليوتيوب توصلك لاكبر عدد من الناس؟ ايه اكيد كثير بحب، وخصوصي انه هلا يعني شفت هي الطريقه الاسهل يعني، بس يعني لسه بدي وقت. هلا انا بنزل احيانا فيديوهات بس يعني لما اسمعها بحس انه لا بدي اكثر شغل وهيك، فانه تاركه هذا الموضوع هلا. بتضلي تحسي حالك بحاجه اكثر، بتدرب اكثر بعدين كتير. بعمل شيء يعني انا بعرف انه عندي الصوت والاحساس وهيك، بس يعني بدي كثير كثير لسه. اكيد. ونحن اليوم يعني ليلى بدنا نختم هيك صباحنا بشكل مميز، للاسف خلص الوقت، نحن متمنين نضل معك اكثر من هيك. بدنا نختم صباحنا، وبس نختم الحلقه بدنا نطلب منك تغني غنية تكون هي غنية الختام لحتى نختم فيها الحلقه. اكيد ليلى كمان بدي اشكرك واشكر كل يلي تابعنا بحلقتنا المميزه لليوم. اكيد. وبدنا نتشكر كل المشاهدين اللي تابعونا وكادر العمل، بنتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو والابتسامه الدائمه على وجوهكم. تبقوا بالف خير، باي باي. اكيد. وعلى صوت رام تفضلي. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين، فكيف صار طعمها طعم نار ودخان.